وانت شغال على شيت الاكسل احيانا بتقابلك بعض التغيرات اللي بتكون عايز تعملها على الشيت. التغيرات دي ممكن تكون مثلا ان انت محتاج في عمود معين انك تضيف نص للقيمة اللي موجودة فيه، سواء بقى تضيف النص دوت في بداية الكلام او في نهاية الكلام. الحلقة بتاعتنا النهاردة هعلمك فيها طريقة مختفية في الاكسل ومش ناس كتيرة تعرفها، يعني بتعتبر سر من اسرار الاكسل. هتقدر من خلالها ان انت تضيف نص لبداية او نهاية اي قيمة في الاكسل من غير ما تغير العمود ومن غير ما تعمل عمود جديد ومن غير ما تحتاج ان انت تعمل اي معادلات. الطريقة سهلة جدا، بس قبل ما نبدأ مع بعض ياريت تدعم الفيديو بلايك، ولو لسه مشتركتش معايا في القناة واول مرة بتشوفني شرفني بالاشتراك في القناة وفعل زرار الجرس للكل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ مع بعض ونشوف مثلا لو الشيت بتاعك فيه مجموعة من الارقام واحتاجت ان انت تضيف ليها نص معين، فاسهل طريقة عندك ان انت تعمل سيلكت على الارقام بتاعتك كده علشان تعمل التغييرات عليها هي بس، او لو انت عايز تدخل قيم جديدة والقيم الجديدة يظهر معاها نفس التعديل فانت هتعلم على العمود كله بالشكل ده. بعد ما تعلم عليه بالماوس كليك يمين وهتبتدي ان انت تختار فورمات سيل، هتطلع معاك الويندو اللي قدامك دي، هتنزل هنا عند الاختيار كاستم، وهنا في عندك ظاهر الارقام بتاعتك اللي موجودة في الخلية، هو دوت السامبل اللي انت هتبص عليه. هتيجي هنا في جنرال، هتشيل الكلمة اللي مكتوبة هنا دي وهتبتدي ان انت تعمل حاجة بسيطة جدا. هتسأل نفسك يا ترى النص اللي انت عايز تضيفه هيكون في بداية الكلام ولا هيكون في نهاية الكلام؟ لو انت هتضيف النص في بداية الكلام يبقى هتبتدي تكتب النص بتاعك ما بين علامتين تنصيص، هتضغط على شيفت وط من الكيبورد وهتحط النص اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا هحط اي دي واعمل مسافة، او ممكن تاخد شرطة بالشكل ده، ولازم تقفل علامتين التنصيص عندك شيفت وط. بعد كده لو هيظهر معاك نفس الرقم اللي موجود في العمود فانت هتحط علامة الهاشتاج. خلاص انت كده خلصت الدور بتاعك. لو بصيت هنا في السامبل هتلاحظ ان ظاهر لك اي دي شرطة واحد، هو دوت اللي هيظهر لك هنا على كل تنسيق العمود. مجرد ما بتضغط اوكي بتلاحظ ان اضاف النص معاك بالشكل ده، ولو جيت هنا في اي خلية تانية وضفت اي رقم من غير ما تضيف النص بتاعك، يعني مثلا لو كتبت 11 وضغطت انتر هتلاحظ ان التنسيق بتاعه بيتغير معاك بشكل اوتوماتيك. طب نفترض ان انت عايز النص دوت يكون بعد الرقم، يعني عايز تضيف نص لنهاية قيمة موجودة في الاكسل، هتعلم على العمود برضو وهتضغط كليك يمين، هتختار الفورمات سيل او تنسيق الخلايا. بعد ما تظهر معاك الويندو بالشكل ده نفس الكود اللي انت كتبته ده هتعمل فيه تعديل بسيط خالص. كل اللي انت هتعمله ايه؟ احنا قلنا لو انت عايز النص يظهر في بداية الكلام يبقى انت هتحط النص ما بين علامتين تنصيص في البداية. طب لو انت عايز الرقم هو اللي يظهر الاول والنص يظهر في الاخر، يبقى هتحط علامة الهاشتاج في الاول وبعد كده هتعمل علامتين التنصيص وتحط النص بتاعك اللي هو مثلا اي دي وتقفل علامتين التنصيص. هتلاحظ هنا ان في المعاينة او في السامبل هتلاحظ ان ظاهر لك واحد واي دي لازقين في بعض على طول، انت عايز تعمل ما بينهم شرطة او مسافة. هتيجي هنا كده عند كلمة الاي دي اللي هي موجودة او النص اللي موجود ما بين علامتين التنصيص وتحط العلامة اللي انت عايزها. هتحط شرطة، فانت ممكن تاخد شرطة كده، لو مش عايز شرطة انت ممكن تحط المسافة اللي انت عايزها بالشكل ده وبعدين تقول له اوكي. هتلاحظ ان بالفعل ظهر لك النص في نهاية الجملة او في نهاية الارقام اللي موجودة قدامك. نفس الكلام لو انت عندك نصوص، بس هيكون الفرق طبعا حاجة بسيطة. احنا هنا في الارقام كنا بنحط في التنسيق بتاعنا بعد النص كنا بنحط علامة الهاشتاج، طب يا ترى هنا في النصوص علشان خاطر اضيف نص في بداية الكلام او في نهاية الكلام هعمل ايه؟ هعلم على العمود كله واضغط على كليك يمين بالماوس واختار تنسيق الخلايا. نفس الكلام هتطلع معاك الويندو دي، هتنزل هنا على كاستم. لاحظ معايا هنا كده ان في السامبل ظاهر معاك الاسم، المفروض ان انت عايز تضيف نص قبل الاسم ده، فهتيجي هنا كده وهتحط علامتين التنصيص شيفت وط، حط النص اللي انت عايزه، ممكن مثلا تاخد مسافة وتحط اي نص انت عايزه وليكن اي دي،
ممكن تعمل مسافة او ممكن تعمل اي علامة تانية ولتكن العلامة دي، وبعدين تقفل علامتين التنصيص. لو بصيت على السامبل هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان مازالت كلمة علي مكتوبة لكن مفيش اي حاجة ظهرت قدامها. علشان نظهر النص دوت قدام الكلمة اللي موجودة عندك في العمود يبقى هتضيف ات من الكيبورد. هتلاحظ ان في المعاينة ظهرت معاك بالشكل ده، اضغط على اوكي. هتلاحظ ان بالفعل النص اتضاف معاك قدام النص اللي كان مكتوب عندك في العمود من غير ما يحصل اي تغيير. لو جيت تكتب اي كلمة تانية وتضغط انتر مش محتاج ان انت تضيف الاي دي او النص اللي انت عايز تضيفه قبل الكلام. طب لو عايز النص يتضاف معاك بعد الكلام نفس الموضوع، رايت كليك كده او كليك يمين بالماوس، هتختار تنسيق الخلايا، هتيجي هنا كده هتعكس بقى، بدل ما كانت علامة الات دي في الاخر انت هتخليها اول واحدة وهتخلي بعديها النص اللي انت عايزه او اللي انت عايز تزوده على الكلمة. هتاخدها كده كات وتحطها بعد علامة الات. هنا في المعاينة اهو لاحظت ان كلمة علي ظهر بعديها كلمة الاي دي. طبعا هنا لو انت مش عايز الشرطة دي تظهر فانت بتلغيها وبيظهر معاك في المعاينة بالشكل ده. لاحظ هنا كده ادي اي دي شرطة علي، لو قلت اوكي هتلاحظ ان علي بعدها مسافة بعديها الاي دي. كل ده من غير ما تحتاج ان انت تغير او تعمل معادلات وتحط عمود جديد بدل العمود اللي كان موجود عندك. انت كده شغال على نفس العمود اللي موجود معاك في شيت الاكسل. طب نفترض ان انت عندك شيت بالشكل ده مكتوب فيه مثلا اكتيفيتي 01 اكتيفيتي 02 وهكذا، وجي المدير بتاعك عايزك تشيل كلمة اكتيفيتي دي وتحط مكانها اي نص تاني وليكن اي دي. ساعتها هيكون الحل مختلف. ازاي؟ ان انت هتبتدي تعلم على رينج البيانات بتاعك او تعلم على العمود على حسب البيانات بتاعتك النطاق بتاعها قد ايه، وبعدين هتبتدي ان انت تروح من تاب هوم، هتروح على مجموعة الاديتنج، هتيجي هنا عند علامة العدسة دي وتفتحها كده وتختار حاجة اسمها ريبليس. هتيجي هنا في فايند وات وهتكتب كلمة اكتيفيتي. كلمة اكتيفيتي دي اللي هي الكلمة اللي موجودة هنا، ولو انت مش عارفها ممكن تاخدها كوبي كده، يعني تعلم عليها وتاخدها كوبي وتحطها هنا. ريبليس ويز هتحط هنا انت عايز تغيرها لكلمة ايه. فانا هنا كده هدور على كلمة اكتيفيتي وهغيرها بكلمة اي دي، اقول له فايند اول، فهيبتدي ان هو يظهر لك كل حاجة موجود فيها كلمة اكتيفيتي. تقول له ريبليس اول وتقول له اوكي. هتلاحظ ان بالفعل هو هنا في نفس الشيت بتاعك شال كلمة اكتيفيتي وحط لك مكانها كلمة الاي دي. وبكده بتكون قدرت ان انت تضيف نص لبداية او نهاية اي قيمة في الاكسل بطريقة سهلة جدا. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمه بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.